يسرى ناجحة ولا غير موفقة هذا العام؟ لا يسرى ناجحة، يسرى ناجحة السنة دي. أقول لها استمري يعني، والتنوع مطلوب يعني، السنة اللي فاتت عن السنة دي قدمت حاجة مختلفة، فالتنوع ده مطلوب. برافو إنه يسرى قررت إنها تخرج في حتة تانية، هي عملتها قبل كده من حوالي 10 سنين، لكن المرة دي كانت أنضج من المرة اللي فاتت. يسرى إن هي تروح لمنطقة كوميدي وهي من شربات لوز، ما رحناش للمنطقة الكوميدية وكوميدية صرفة وهي اللي قايمة لوحدها، فدي كانت ده تغيير حلو، فكرة إنها تعمل شخصية كفيفة ده جرأة منها، لأن هي دخلت في فكرة السسبنس اللي بقالها فترة طويلة جدا من أول فوق مستوى الشبهات وما عرفتش تخرج منها. كسرتها يمكن في الحساب يجمع بس ما حققش النجاح، فراحت المرة دي إنها راحت لمنطقة جديدة. يسرى بتمثل بالكاريزما بتاعتها، يعني كاريزمة يسرى هي اللي بتمثل بيها، لكن غير كده طبعا مش هو ده مستوى يسرى ولا مستوى عمرو عرفة، بس هما ملهمش ذنب. بص التلفزيون أهم حاجة فيه الورق. تديها كم من 10؟ أديها 8 من 10. يسرى 8 من 10. 9.